في فقرة من الفقرات الهامة جدا، وهي فكرة الاستثمار البيئي، لأن يمكن عارفين أن الحديث في هذه الأيام تحديدا يتجه نحو البيئة والتغيرات المناخية. عشان كده امبارح انطلقت النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، واللي بيعتبر خطوة هامة جدا لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مجال المخلفات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية وأيضا الاقتصاد الحيوي. صحيح يا أحمد، كمان هذا المنتدى شهد إطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي كفرصة للمستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن المنتدى وأهميته من دكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب. صباح الخير على حضرتك يا فندم، أهلا بيك معنا. صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. دكتور، عاوزين نعرف يعني إيه استثمار بيئي؟ يعني إيه أستثمر في البيئة؟ والله أنا بشكرك يعني فعلا، لأن إحنا بنقول كلام البيئة كتير وما بنشرحوش، لكن الاستثمار البيئي هو الاستثمار الصديق للبيئة. نعم. ما في استثمار إحنا كنا بنتكلم عليه بنوع اللون. يعني كنا نقول والله ده فيه يعني اللون الأسود واللون البني واللون صحيح. الأخضر، فكنا نطلق على المداخن الثقيلة بدخانها ده سوداء. ده اللون الأسود، وبعدين الأقل مثلا زي مصانع السماد ومصانع الكيماويات نقول عليها البني، ثم يجي مثلا نوع أقل في الضرر نقول عليه اللون الأصفر، حتى وصلنا إلى الاقتصاد الأخضر. الاقتصاد الأخضر. نعم. فعشنا عصر الاقتصاد الأخضر، وهو الاقتصاد صديق البيئة يعني ببساطة يعني. لكنه ليه ملامح، أول ملمح فيه إن مفيش حاجة اسمها فاقد. يعني أنت بتشتري مثلا طن قمح أو بتشتري طن ذرة، ما ينفعش إن أنت يقع منك ربع وأنت ماشي مثلا، هو أما تيجي تخش على المطحن تخسر ربع تاني، مفيش حاجة اسمها فقدان كذا، حتى لو وقعت دي بتدخل استغلها في صناعة أخرى. يعني تدخل لأعلاف دواجن، لأعلاف يعني كائنات الحيوانات الأخرى اللي بتحتاج هذا النوع. فإذا هو الأول حاجة في الاستثمار البيئي مفيش حاجة اسمها تترمي. يعني احنا عندنا يعني أقول لك مثلا تعبير بنقول أن القمامة كنز لا يفنى، يعني مش بنقول عليها حاجة، لأن الراجل بتاع يعني عزب الزبالين في مصر اللي ما دخلش كليات اكتشفهم قبل مننا. صحيح. ان هو يروح ياخد لو تشوف كده الزبال التقليدي بتاعنا، يبقى بالليل كده قبل الفجر بيجي ياخد المخلفات ويروح لمنطقه اللي هي منطقه الفرز، يطلع الورق لوحده والزجاج لوحده والخشب لوحده، يوفر على مصر 70% من قيمه الاستيراد. يعني لو انا بشتري طن البلاستيك ده من بره اللي هو بودره البلاستيك اللي بيتعمل منها البلاستيك، يعني لو انا بشتريه من بره ب 7000 او 8000 جنيه، انا بشتريه بقى من الاخوه اللي بيعملوا اعاده التدوير ب 2000 جنيه وب 1800 جنيه، شايف الفرق قد ايه؟ لمجرد عملت حاجه اسمها اعاده التدوير. هو ده الاقتصاد الاخضر. الاقتصاد الاخضر ان انت ما ترميش حاجه، ما تقوليش ده ما فيش حاجه ملهاش فايده، لا، المسمار الصغير والحديده الصغيره والزجاجه الصغيره والخشبه الصغيره، في ولاد عباقره بيعملوا منها لوحات. صحيح. في ولاد عباقره يعمل لك باب البيت مجسمات، يعمل لك مجسم ويعمل باب البيت، ما تتخيلش ان الباب ده معمول من بقايا اخشاب وهو حط عليه جزء حديد. طب بنشوف وجزء حاجات كتير قوي، وهدوم وحاجات كتير جدا. يعني الحقيقه في حتى الولاد في الفنون التطبيقيه يعني عندهم خبرات في الحاجات دي، بيعملوا شغل ممتاز منها. فاحنا بنتكلم في الاقتصاد الاخضر ان انت تبقى زيرو تلوث، بس ما تزودش حاجه ولا تاخد مني حاجه. بمعنى ان انا لو خلاص عندي 1.5 مليون فدان ارز مثلا، لو الناس تتذكر طبعا كان كل ده بيتحرق القش وتلاقي السحابه السوداء داخله على المدن. النهارده القش الرز بيعاد تدويره ويتكبس، ولما يتكبس دلوقتي في يعني كومبيتيشن وورق ومنافسه عنيفه مين اللي يشتري الاول. صحيح. وبقى المكبس ده عادي يعمل لك طن او النص طن بتاع القش ده، ويتعمل يتكبس ويتشال على عربيات النقل يروح لمناطق في اخر الدنيا. بقى عندنا قش الرز وقصب السكر، شوف بقى مثال الاقتصاد الاخضر، قش الرز وقصب السكر مخلفاتهم بتجيب دخل زي المنتج الرئيسي، وهو ده كان بيتحرق. يعني عشان ما ننساش كان بيتحرق وكان بيعمل سحابه سوداء والناس يشتكوا ويلحقوا ده فيه تلوث والى اخره.
هنا بقى ظهرت فكره الاقتصاد التدويري الريسايكلينج، بقى في السيركولار ايكونومي. الاقتصاد التدويري ده انك ما ترميش حاجه خالص، ما تقولش دي اسمها زباله، ده تقول عليها رو ماتيريال، تقول عليها ماده خام. كونك انت بقى مش عارف تعملها دي مشكلتك، لكن ما نسميهاش ابدا ان دي مخلفات او زباله، ده اسمه مصدر من مصادر التمويل الاخضر بتاعك. اولا انت ما حرقتوش فحميت البيئه وخفضت التلوث، ثانيا انت ما رميتوش ودخلته في صناعه اخرى قد لا تصلح لصناعه الخبز او قد صحيح. لا تصلح لصناعه الزراعه، لكن ممكن تخش في صناعة عمل خشب وعمل كذا وعمل صناديق. الله، طب واحنا مش كان عندنا المصنع في الدقهليه بيكبس بقايا التبن ويعمل الخشب الحبيبي؟ ما كانش كان في مصر دي كل الخشب الحبيبي كله طالع من قش الرز، بس احنا حبينا يعني نمشي تبع المودرنايزيشن، فجبنا بقى حاجات البلاستيك والحاجات الحديد والستيل والى اخره. لكن الراجل الفلاح البسيط كان بياخد يودي المصنع مخلفات قش الرز دي، طلع منها ترابيزه الطعام، الترابيزه دي كانت مكبوسه عباره عن قش مكبوس وتتحمل الحمل بتاع دائره الطعام. فاحنا على فكره في مصر من اوائل الدول في العالم اللي عرفت نظام التدوير، والزبالين المصريين دول علموا العالم يعني ايه اقتصاد التدوير. شوف بقولها بثقه، سيدات المنازل احنا ما بنرميش حاجه تقريبا، متعودين ما نرميش حاجه، ثلاث ارباع الحاجه ما بنرميهاش. لا، وانتشرت صحيح. الثقافه دلوقتي بتلاقي الست عندها في البيت كيسين، يعني بيبقى في كيس اسود وكيس ازرق او كيس احمر. طبعا الكيس الاحمر ده مرحله ثالثه اللي احنا عايزين نقول لهم، ودي فرصه برضو نقول من خلالكم انه اي حاجه ليها مخاطر زي مثلا ادويه عندك كيماويات اي نوع من حاجات اللي ليها مخاطر دي بتتعمل في كيس احمر. يوم اخونا الزبال او جامعه يجي ياخد الكيس الاحمر ده يجنبه على جنب، فبتاخده وزاره البيئه ما تعملوش تدوير، لا بناخده مباشره على المحارق اللي عاملاها وزاره البيئه، لانه ده ما ينفعش يخش تدوير. ليه بقى؟ ده فيه حاجات توكسيك وسيماويات وحاجات سموم وحاجات ادويه ضاره وحاجات تاثر على الكلى، ما ينفعش ترميها مع القمامة العادية. فأنا بأرجو ست البيت إن حاجات الأدوية دي لو سمحتي حطيها في كيس أحمر لوحده مع أي حاجة فيها مخاطر صحية، لأنه بدأوا إخواننا يعني الزبالين وجميع القمامة يعرفوا إن الكيس الأحمر ده فيه خطر، فبيسلموه للشركات. في شركات في مصر دلوقتي، شركات أكتر من 20 شركة عندها خط للحاجات اللي ليها مخاطر بيئية وصحية، فبياخدوها في مسار يروح في الآخر على المحرقة. والمحرقة بتاخد حاجات رسوب، يعني مثلا عندنا في 15 مايو محرقة كبيرة، وفي جزء تاني بتعمل بالتبخير، وفي جزء تالت بتعمل أيضا بالإشعاع. ففي عدة طرق للتخلص من المخلفات الصلبة دون أن تضر المواطن أو المواطنة، لكن لا تترك هذه المخلفات الخطرة تختلط مع مخلفات المنازل. ده خطر. فكرة الفصل دي مهمة جدا، لأنها حتى بتسهل عملية الفرز حتى وإعادة التدوير يا فندم. طب لو نظرنا لهذا المؤتمر الاستثماري، هو خطوة مهمة جدا، خلينا نقول إن هو ثمار ل COP27 COP27، ويمكن متابعة كمان لمخرجاته، لأنه احنا خلينا نقول إن احنا دلوقتي بقينا مصر تعتبر دولة بكر ودولة قادرة على استيعاب الكثير والعديد من المشروعات، لو هنتكلم المشروعات الخضراء عندنا فرص كتير جدا مصر تقدر تستوعبها. لو هنبص للفرص الاستثمارية الخضراء تحديدا يا فندم في مصر، حضرتك شايف مدى استيعاب مصر ليها، مدى احتياج كمان مصر ليها، ومدى أهمية هذا المؤتمر في مثل هذا التوقيت تحديدا، واحنا داخلين كمان على COP28؟ هو أهمية هذا المؤتمر إن هو بينقل خطوة كبيرة جدا، لأن كل كلامنا في البيئة كان كلام خبراء وعلماء وطب وصحة وإلى آخره، لكن هنا بنتكلم إزاي تبقى المخاطر يبقى اقتصاد ناجح للدولة. وبالتالي أنا سعدت جدا إن البنك الأهلي مثلا عمل تمويل لغاية دلوقتي بالتعاون مع وزارة البيئة، وزي ما أشارت الدكتورة ياسمين حتى في حديثها انه في اكتر من 100 واحد متدربين على الاقراض الاخضر، وانه في تمويل جه من البنوك المصريه معدي 1.8
مليار دولار من البنوك المصريه، يعدي 1.8 مليار دولار، وان في دونرز وفي ناس جايين وفي جزء كبير منح حصلت عليها مصر لتفعيل هذا الموضوع، بالاضافه الى برنامج القروض الذي سيستكمله عده بنوك، يعني من ضمنها البنك الرئيسي في مصر وهو البنك الاهلي، بنك حكومي عنده فروع دلوقتي حتى في القرى وفي المدن، بيقدر يدي هذا التمويل الاخضر للشاب المصري، يعني بيقول له انا عايز اجيب مثلا معده شريدر مثلا اللي هي بتقطع المخلفات، او مكبس، دي حاجات اساسيه بالنسبه للولاد عشان يعملوا منتج تاني، او عايز يعمل فرن صغير، او عايز يعمل تركيبه من مجموعه نظم يدخل معاها مواسير كهرباء ومواسير ميه والى اخره. في الحاله دي الدوله سندته ماليا، واللي اهم من ماليا بقى انه وزاره البيئه بتعمل الجزء الفني، يعني بتدرب الولاد دول ازاي يستخدموا هذه التكنولوجيات بحيث انه ما يخسرش، يعني ممكن يجيب اله ما يعرفش يشغلها تبوظ منه يبقى فسد عليه راس مال. الضمان كمان اللي صندوق حمايه البيئه حاطه انه بيدي زي نوع من الجارانتي او ضمان للمنحه او القرض اللي هو ده، غير اصلا كمان المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء والذكيه واللي يمكن كنا بنتكلم عنها حتى من امبارح او امبارح مش متذكره بالظبط، وبنتكلم عن تفاصيلها كمان، وهي بتدعم مشروعات متوسطه ومشروعات صغيره في هذا المجال كمان تحديدا. طبعا لا، وهو كمان يعني هو ربط الاقتصاد بالبيئه في حد ذاته خطوه كبيره في مصر، يعني خد الدول الثانيه خدت سنين، يعني صحيح يعني ربط الاقتصاد بالبيئه، دايما البيئه كانت يعني سايد ايشو، يعني حاجه جانبيه كده، لانها بتقول له البيئه يروح يفتكر المدخنه ويفتكر المخلفات والى اخره، لكن نربط البيئه بانه حتى انبعاثاتها وهي بتقلل انبعاثاتها الملوثه للهواء بتخفض هذا التلوث في مدن مصر، في حد ذاته انجاز صحي غير ان هو انجاز بيئي، لكن ان يكون عندنا انواع من الشباب اللي زي الفل متدربين على انه في الاخر نوصل لمرحله زيرو تلوث. هل مصر تقدر توصل لصفر تلوث؟ نعم تقدر توصل لصفر تلوث، حتى اذا كنا وصلنا 9 من 10 من انبعاثات، 9 من 10 اقل من 1 يعني، لكن افريقيا على بعضها اللي هي مسكينه يعني 4% انبعاثات مقابل طبعا 30 و40 و50 و60% اليابان والصين والاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه، لكن قدر الله سبحانه وتعالى ان قاره افريقيا دي اللي هم افتكروهم ان هم يعني رموا عليها الانبعاثات ستكون هي القاره اللي تعمل الميتيجيشن، اللي تعمل تخفيف ازمه المناخ، لان هي هتبقى القاره الوحيده هي وامريكا الجنوبيه اللي ما تلوثوش حجم التلوث اللي حصل في شرق اسيا او في امريكا الشماليه او في الاتحاد الاوروبي. طيب. فمصر ستقود وتقود حاليا الاقتصاد الاخضر في سبيلها الى ان يكون هناك مناخ مستدام، بحيث ان احنا ما نزودش حمل المناخ زي ما احنا بنشوف دلوقتي المناخ عامل ايه، يعني ما هو بيعاقبنا برضه، وشفنا ده من خلال عدد من المحطات الرائده في الطاقه الجديده والمتجدده بنبان وغيرها من محطات الريح للتخفيف عن البيئه في استخدام الوقود الاحفوري وغيرها من المصادر المختلفه التي تلوث البيئه. لكن ايضا يا دكتور ظهر مصطلح وهو الزراعه المستدامه، ازاي اقدر اعزز من هذا المؤتمر لتمويل والاستثمار في الزراعه المستدامه؟ هو أهم جزء فيه في الزراعة المستدامة من وجهة نظر يعني ماكينة الري. ماكينة الري دي هي مصدر وصول المياه للفلاح المصري. نعم. وهي في نفس الوقت حتى الآن الطابع الغالب عليها إنه بيجيب الوقود من أقرب محطة وقود وبيشغل بيه مكنة الري. فتشغيله مكنة الري بيعمل دخان في هذه المناطق. لا. واحنا عندنا 10 مليون فدان، يعني احنا مش عندنا مساحه صغيره، ده احنا ما شاء الله يعني 10 مليون فدان، ده غير المساحات الجديده اللي داخله في 4 مليون فدان، فقريب ان شاء الله هنخش في ال 14 مليون. الجزء ده رغم بساطته الناس بصاله ببساطه، لكن مهم جدا في انه دلوقتي الشباب المصري وشباب الفلاحين بيصلح اللوحه بتاعت الطاقه الشمسيه، ويصلح الموتور لما يعطل شويه، ما بقيناش نجيب فني من المدينه، بقى اولادنا اولاد المزارعين نفسهم هم بيتدربوا في
في مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة التابع لوزير الزراعة. هذا المشروع بيدربهم الشباب دول على ان هو ازاي يتعامل مع التكنولوجيا دي من غير ما يحتاج لواحد يجيله من بره. يعني مثلا بيشتغل في مناطق صعبة جدا، بيشتغل مثلا في اخر اسوان يعني على حدودنا مع السودان مثلا. نعم. ومع ذلك الولاد دول عاملين قصص نجاح يعني غير عادية، مع فكرة مسجلها يعني منظمة الأغذية والزراعة الدولية، مش كلام بقوله يعني فخر، لا ده مسجل في وثائق يعني منظمة الفاو ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية، إنه نجاح مصر في تركيب 350 محطة طاقة شمسية في 30 قرية لا يوجد منها قرية في أي مدينة من العواصم، كلها في آخر الدنيا. يعني في المناطق الصعبة. احنا بنشتغل في مصر في الزراعة على مناطق مثلا بنقول عليها دي منطقة جافة ودي منطقة شبه جافة ودي منطقة ساحلية ودي منطقة فيها وسط زي المنيا وبني سويف، لكن احنا النهاردة تقدر تقول ان مصر ماشية على الطريق. لو حضرتك رحت في خليج السويس النهاردة وكلنا بنعدي على خليج السويس ونمشي مثلا رايحين بجوار البحر الأحمر، حجم الطواحين المراوح اللي بتولد الكهرباء من طاقة الرياح غير عادي. يعني لا انا اشك ان في دولة في العالم ده، غير طبعا محطة بنبان في اسوان الضخمة دي اللي هي تقريبا اكبر محطة طاقة شمسية في العالم. فمصر الحقيقة عاملة اللي احنا بنقول عليه sustainable development او التنمية المستدامة التي اقرتها الامم المتحدة ووقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور مجدي علام الامين العام لاتحاد خبراء البيئه العرب، نورتنا في صباح الخير يا مصر. نشكر حضرتك طبعا على كل هذه الايضاحات. شكرا شكرا ليك يا دكتور.